السلام عليكم شباب وشابات، يعطيكم العافية. خلينا نبدأ في محاضرة جديدة في الفيزيكال 247. احنا لازلنا نتكلم عن First Law of Thermodynamics Chapter 2، ووصلنا للعنوان اللي اسمه Thermochemistry، الكيمياء الحرارية 2.5. الكيمياء الحرارية شباب، إذا أخذنا فكرة بالجنرال كيمستري في 102، هي موضوع بقيس التغيرات الحرارية التي تصاحب التفاعلات الكيميائية، والعلاقة الحسابية الوصفية والكمية ما بين كميات المتفاعلات والحرارة released or absorbed from these reactions. وشوفنا من كم ندخل على الموضوع خطوة خطوة، من نحكي شغلات أيضا إضافية على الشغلات اللي أخذناها. نتكلم على مصطلح اسمه extent of reaction. extent of reaction اللي هو مدى التفاعل، المقصود مدى التفاعل من ناحية طاقية، من ناحية انرجي. خلينا نمشي شوي شوي في هذا الموضوع. الاكستنت اوف رياكشن شباب، نستخدم الرمز اللاتيني اللي موجود امامنا الآن، احنا يلفظ xi. xi هو الرمز اللاتيني اللي يستخدم للتعبير عن الاكستنت اوف رياكشن. وبدون دخول للتفاصيل التاريخية، لو عندي التفاعل a زائد b تعطيني مثلا y زائد z، وانتم عارفين انه small a small b والy وz هي الكوفيشنت، المعاملات للمعادل الموزوني، اللي قد تكون واحد او اثنين او ثلاثة وهكذا. والمعاملات ممكن نحطها ناقص ميو نيو a وناقص نيو b. ميو اللي بمعنى اخر انه انا بتكلم ناقص، لانه هاي المواد مع الوقت شمالها بتتناقص، بينما بالنسبة للمعاملات للبرودكت شمالها عم تزداد، فمن حقنا السالب والموجب للدلالة وصفيا على الموضوع. الآن كيف يمكن أن نقوم بحساب، طبعا الكوفيشنت، كيف يمكن أن نقوم بحساب الإكستنت أوف رياكشن لكل مادة من المتفاعلات والنواتج؟ لعلمكم لما نحسب الإكستنت أوف رياكشن حيطلع قيمتها واحدة للمتفاعلات جميعا وللنواتج نفس الشيء. حنشوف كيف. ما هو الإكستنت أوف رياكشن؟ بقول لي قسم، احسب الدلتا إن. دلتا ان لاي ماده، يعني اللي هي فرق المولات، كان مولاتها كذا مثلا بعد 10 دقائق بعد ساعه كم صارت مولاتها. فبالتالي الان انيشال الماده اي كان لها ان نهائيه في بعد زمن ساعه نص ساعه، كم كان الان للماده اي ات زيرو تايم. بالتالي بطرح رقم ناقص رقم بيطلع عندي دلتا ان. والنيو هو النيو هو المعامل للماده اي الموجود في المعادله الكيميائيه. فاليوم لما اتكلم انا على دلتا ان واي دلتا ان زد، حيث واي وزد هي نواتج، دلتا ان واي شاء لاحظ معي، طبعا مع الفرق هنا بيطلع موجب، لانه هاي الماده تزداد مع الوقت، بالتالي بده يكون دلتا ان واي على المعامل تاعها ودلتا ان زد على المعامل تاعها، بيطلع الاكس اي او اللي هو اكستنت اوف رياكشن للنواتج. طبعا شيء طبيعي لما بدي اجي احسب الاكستنت اوف رياكشن للمتفاعلات، دلتا ان اي على نيو A. طبعا شيء طبيعي دلتا ان اي التغير في عدد مولات A بيطلع سالب، وحطينا هنا سالب بيطلع سالب مع سالب بروح بيطلع الرقم موجب مره ثانيه. دلتا ان بي على نيو بي بيطلع موجب. اذا ممكن احسب الاكستنت اوف رياكشن بدلاله المواد المتفاعله او المواد الناتجه. Let's go to this example. Example 2.3 بيقول لي وين 10 مول، نتعامل مع التفاعل التالي، وين 10 مول اوف نيتروجين، شايفين، and 20 مول of hydrogen، حطينا خلطناهم مع بعض gases reaction are passed through catalytic converter after a certain time 5 مول of ammonia are produced. بقول لي بعد زمن معين حسب سحبنا الأمونيا لقينا في عندي 5 مول، بعدين بقول لي calculate the amount of nitrogen and hydrogen that remained unreacted، احسب لي المواد المتبقية منهم بعد مرور زمن معين، بعد هالخمسة مول عند زمن ما حسبنا خمسة مول، بعدين ذات ريميز ان رياكتد، كالكوليت الان ذا اكستنت اوف رياكشن، بدك تحسب لي الاكستنت اوف رياكشن على المعادله هاي اون ذا بيزز اوف ستوكيومتريك ايكويجن، وتحسب لي ايضا الاكستنت اوف رياكشن اون ذا بيز اوف ذا سكند ايكويجن. معادلتين موجودات، نشوف الاكستنت اوف رياكشن للمواد المتفاعله. نيجي للناتج، نيجي نتكلم على تفاصيل التيبل اللي عندي. انيشيالي كان عندي 10 و20 كان عند 0 تايم 0 0 ما عندي شيء امونيا، بعد زمن معين سحبت عين لقيت 5 مول، شيء طبيعي العلاقه بتتذكروا 3 ل 2 ب
بالتالي 5 في 3 15 على 2 7.5، إذا الهيدروجين ناقص 7.5، 20 ناقص 7.5 الفاينل أو المادة المتبقية منه كم مول؟ 12.5. صاحبنا هذا 1 ل 2، إذا في عندي 5 في 1 على 2 2.5، إذا 10 ناقص من 2.5 طلع عندي 7.5، إذا الليفت أماونت 7.5 12.5 والكمية 5 مول. لو اجينا الان عايزين نحسب الاكستنت اوف رياكشن بالحاله هاي، على سبيل المثال لو اعتبرنا بدي اخذ من البرودكت، عندي برودكت 1 5، ما هي دلتا ان للامونيا؟ 5، لانه انا عندي 5 ناقص 0 5. ما هو المعامل في المعادله الاولى؟ 2، 5 على 2 2.5 مول، لاحظوا اليونت مول الان. اذا الاكستنت اوف رياكشن وذ ريسبكت للبرودكتس طلع 2.5. طب نحسب الاكستنت بالنسبه للمتفاعلات، كم دلتا ان للنيتروجين؟ 7.5 ناقص 10 ناقص 2.5 على ناقص 1، شيء طبيعي ان 2.5 على 1، صاحبنا هذا 12.5 ناقص 20 7.5 صحيح، ناقص 7.5 على ناقص 3، اذا بيطلع 7.5 على 3 بيطلع 2.5 مول. اذا لاحظوا معي الاكستنت اوف رياكشن حسبناها للمتفاعلات ولا حسبناها لمين؟ للمواد الناتجه. الاكستنت اوف رياكشن هي قيمتها وحده بغض النظر عن الطريقه اللي بدك تحسب. اذا الاكستنت اوف رياكشن الان حسبت بلغه المولات، يعني نعلق بعد شوي على الارقام هاي. لو جيت استخدمت المعادله الثانيه شباب، دلتا ان للناتج مش حيتغير، لكن المعامل عندي صار نص في المعادله الثانيه، اذا صار عندي 2.5 على نص، 7.5 على نص على 1.5 المعامل، بعدين عندي 5 على 1 المعامل، صار عندي 5 مول هو الاكستنت اوف رياكشن بالنسبه للمعادله الثانيه. تغير الاكستنت اوف رياكشن اذا حسب ستوكيوميتري المعادله حسب وزن المعادله. بلغه المعادلات، يعني احنا بنتكلم الان بدون ما ادخل في التفاصيل، انتم ممكن تقرؤوها، الدلتا اتش لهذا التفاعل ناقص 46.0 كيلو جول لكل مول. اذا لو انا كتبت حراره التفاعل بكتب دلتا اتش تساوي ناقص 46 كيلو جول لكل مول. ما مقصود لكل مول؟ يعني اذا اختفى من النيتروجين 1 مول الحراره الاكسوثيرم 46، نفس اللحظة اللي بروح 1 مول من النيتروجين كم بكون من صاحبنا هذا؟ 3 مول، نفس الرقم حيكون ناقص 46 وحيتكون 2 مول ناقص 46. إذا كتبنا الإنثالبي ناقص 46 كيلو جول بير مول، بير مول مين منهم 1 مول؟ نيتروجين. شيء طبيعي لما أروح 1 مول نيتروجين الكميات الأخرى مرتبطة معاه بحسب وزن المعادلة اللي عندي، فممكن أكتب دلتا إيش ناقص 46 كيلو جول فقط أو كيلو جول لكل مول بيصير، لأنه حسب وزن المعادلة المرتبطة معها. الآن إذا راح 1 مول فقط من النيتروجين ماشي، سيطلع عندي اكستوثيرميك أماونت ناقص 46 كيلو جول. طب ما بالك لو كان الاكستنت اوف رياكشن 2.5 مول للمادة النيتروجين أو غيرها؟ إذا الحرارة اللي عندي هي ليست 1 مول، الكمية ليست 1 مول، حيكون مشي من التفاعل الاكستنت اوف رياكشن 2.5 مول. لذلك لو قلت لك وات از ذا امونت اوف هيت ريليزد ات ذيس تايم اللي احنا سحبنا منه عيناتنا، تقول لي مباشره ناقص 46 ضرب 2.5 مول بتروح مع مول، بضل الجواب بالكيلو جول. اذا بدنا نحسب الحراره المنطلقه حتى ذلك الوقت اللي تكون فيه 5 مول من الامونيا. اذا انا بضرب ناقص 46 ضرب 2.5 سواء لهاي للبرودكت او النواتج بيطلع عندي كميه الهيت ريليز اب ذات تايم. طيب يا جماعه لما استخدمنا المعادله الثانيه كان الاكستنت اوف رياكشن 5، هل يمكن ان تغير كميه الحراره تنطلق من التفاعل بناء على تغيير وزن المعادله؟ طبعا هذا مستحيل. ناقص 46 اكسبيرمنتال فاليو، قيمه بالعمل فعليا اكسبيرمنتال طلع ناقص 46، إذا ما له علاقة بوزن المعادلة المكتوبة، يعني هاي المعادلة المكتوبة موضوع ثاني. لذلك اليوم يا جماعة لو أنا بدي أضرب هاي المعادلة بنص حسب المعادلة الثانية اللي أنتم شفتوها، لما أضرب هاي بنص 3 على 2 2 على 2 1، شو بدي أكتب دلتا إتش؟ بدي أكتب دلتا إتش 46 على 2 ناقص 23. إذا دلتا إتش تغيرت، زاد إكسوثيرمك، ما أنتم عارفينها تتأثر بوزن المعادلة، إذا الإنثال بإكستنسيف بروبرتي. إذا أصبح المعادلة الثانية المضروبة بنص دلتا إيش لها؟ ناقص 23. طيب كيف بدي أحسب الهيت ريليز الآن؟ بتقول لي عادي جدا، ناقص 23 ضرب مش 2.5 ضرب 5. إذا 23 23 ضرب 5 بيطلع نفسه ناقص 46 ضرب 2.5 هو نفس المقدار ناقص 23 في 5. إذا الهيت ريليز حتى ذلك الوقت اللي صار فيه 5 مول الهيت ريليز كمية الطاقة اللي طلعت ما تغيرت عندي،
هي نفس المقدار، لأنه في النهاية 5 ضرب 23 هو نفس 2.5 ضرب 46، بالتالي الـ extent of reaction إذن يتغير، نعم حسب وزن المعادلة، لكن amount of heat released الـ extent of reaction with respect للـ energy released or absorbed طبعا بالحالة هي لن تتغير، هتبقى قيمتها واحدة. لذلك قدرنا نحسب الـ heat released up to that time، وقدرنا نحسب أيضا الـ extent of reaction بمثال واضح جدا، قانونه عندي واضح جدا، والـ extent of reaction الـ unit بتاعته modes. شباب ستاندرد ستيت، احيانا بنسمع التفاعل اندر ستاندرد ستيت. الاندر ستاندرد ستيت لو جينا تكلمنا على اكسده الايثانول، وبدي اكتب الحراره تاعته اندر ستاندرد ستيت، تقول لي بالحاله هاي انت بتتكلم على الظروف الاكثر استقرارا. فانا بقول لك والله المعادله الثيرموكيميكال ايكويجن بدي احدد الستيت، تقول لي والله الميثانول حطيته ليكويد انا ال سمول ال، يعني الميثانول عند واحد ضغط جوي و25 درجه مئويه هو في وضعه ليكويد الموست ستيبل فيز، اذا حطيته في الفيز الاكثر استقرارا له. الاكسجين في عند واحد بار او واحد ضغط جوي وحوالي روم تمبريتشر، او طبعا الظروف القياسيه للغازات هي 0 درجه مئويه وواحد ضغط جوي او واحد بار. اذا عند واحد بار هو غاز، فوضعت الاكسجين في الوضع المستقر له عند الستاندرد كونديشن، حطيت سي او 2 غاز في الوضع المستقر، حطيت الميه كليكويد في الوضع المستقل. الان لما باجي بكتب دلتا اتش، بكتب دلتا اتش نوت، لاحظ انه لما بدي امثل الدلتا اتش عندي جنب التفاعل، قلت والله يا جماعه دلتا اتش نوت سي تعني كومبوزيشن، دلتا اتش نوت عند 298. لاحظ هنا درجه الحراره غير ملزمه، لانه بالحاله هاي لو تغيرت الحراره الى صفر او تغيرت الحراره الى 40 50 تبقى ستاندرد انثالبي، لكن احنا بالاتفاق العلمي متفقين على انه روم تمبريتشر دائما موثقه عند روم تمبريتشر، بالتالي الحراره غير ملزمه، الملزم هو الستيت للمواد الاكثر وضعها الاكثر استقرارا كستيت عندي. فاحنا بنختار دائما بالعرف انه في التيبلز بنحط روم تمبريتشر، بالتالي بنحط جنب التفاعل اللي هو دلتا اتش نوت او دلتا كومبوزيشن، يعني التفاعل اسمه دلتا اتش نوت 1357.7 كيلو جول، وتفاعلنا اذا بالحاله هاي حطينا الانثالبي اللي بنسميها ستاندرد انثالبي لهذا الرياكشن. طبعا لو كان التفاعل، لاحظ الميثانول ليكويد لحطينا غاز تغيرت الظروف ما عاد ستاندرد كونديشن، لانه الوضع المستقر للايثانول هو ليكويد. انا الان اجريت التفاعل بين غاز زائد غاز، غيرت الميثانول الى غاز، اصبحت الظروف للتفاعل كله غير قياسيه. بالحال الغاز خليته غاز غاز، الووتر وضعه الطبيعي ليكويد لكن نتج عندي كغاز، فعندي معادله شايفين 1 اتموسفير 1 اتموسفير، لا زال الضغط ستاندرد، ولكن هذا غاز، لكن تغير واحد منهم على الاقليه، هذا اصبح غاز المفروض يكون ليكويد، وهذا المفروض ليكويد اصبح غاز. لو هذا بقي ليكويد وهذا غاز نفس الشيء، الظروف غير قياسيه. بالتالي لما باجي بكتب انا دلتا اتش ما بكتب عندي نوت، لانه الظروف غير قياسيه، فبحسبها تطلع طبعا تطلع رقم غير الرقم هذا، لانه الظروف تغيرت على حسب المعادله الثيرموكيميكال. تفاعل الميثانول كغاز مع الاكسجين اكسدته غير تاكسده على شكل ليكويد، فبتغير دلتا اتش حسب الستيت الموجوده عندي. وبالحاله هاي احنا تكلمنا سابقا if reaction involves species solution، يعني اذا كان تفاعلي في حاله محاليل، واحد بيسال طب لو تفاعلي محاليل اكيوس، بقول لك شو الستاند ستيت، تقول لي ستاند ستيت هو 1 مول لكل كيلوغرام، يعني 1 مولاليتي. لذلك اليوم لو كان هذا المتفاعل اكيوس جزء من محلول، يعني بتقول لي اذا كان كميه التركيز اللي وضعتها في الرياكشن 1 مولاليتي، انا واضعه في ظروفه القياسيه هذا المحلول. لكن اذا التركيز ليس 1 مولاليتي، احيانا نستخدم مولاليتي، اذا النص مش يونت كونسنتريشن، طبعا تصبح الظروف غير قياسيه، والانثالبي ما بنقدر نسميها دلتا اتش نوت، نسميها دلتا اتش العاديه، وبنكتب قيمتها جنب الرياكشن. بالنسبه للغازات شباب، لو قال لك الغاز اندر اتس ستاندرد ستيت، الغاز في علميا موضوع الغاز تحت الظروف القياسيه، تفهم انت انه درجه حرارته 0 درجه مئويه 273 كلفن، وضغطه واحد ضغط جوي. اذا لما يكون الغاز واحد ضغط جوي درجته 0 درجه مئويه، الان الغاز اندر اتس ستاندرد ستيت تحت الظروف القياسيه، الغاز موجود في ظروف قياسيه اللي هي احنا بنسميها الظروف القياسيه للغازات او للغاز المثالي اللي بنتكلم عنه. الان بالنسبه للدلتا اتش اللي تصاحب الرياكشن، طبعا احنا حنستعرض حسابها او قياسها اكسبيرمنتالي،
تتذكروا احنا تكلمنا ممكن احسبها دايركت كالوريمتري، يعني اليوم انا بتذكر 302 استخدمنا البمب كالوريمتر، استخدمنا الاوبن فيسل كالوريمتر، كنا نخلط ونقيس دلتا تي ونشوف السبيسيفيك هيت ثابت الجهاز، سبيسيفيك هيت الجهاز والمحلول، ونعمل حساباتنا. فاذا الدلتا اتش ممكن تحسب دايركت عن طريق الثيرموكيمستي، عن طريق استخدام البمب كالوريمتر والاوبن فيسل كالوريمترز في المحاليل. وهذا الموضوع اخذناه بما فيه الكفايه كحسابات، حنتكلم ما حنتكلم نسالكم فيه الان، لكن للعلم يعني في عندي طريقه مباشره. طريقه غير مباشره برضو ب 102 استخدمنا هيسز لو، استخدمنا هيسز لو، كنا نقوم بجمع معادلات او نطرح معادلات نحصل على دلتا اتش لتفاعل معين، لانه قلنا احنا الدلتا اتش لتفاعل معين مش ضروري دائما تروح تعمل اكسبيرمنت تكلف حالك انت. الان الفيزيكال كيمستري والثيرموديناميك متوفر معلوماته بشكل واسع، اذا كنا نستخدم قانون هيس نقوم بحساب الدلتا اتش للرياكشن، نروح على المكتبه نختار تفاعلات معينه معروف الدلتا اتش لها بدقه، نجمعها ونطرحها بحيث نحصل على تفاعلنا، ثم نجمع ونطرح او نجمع القيم اللي عندي سواء بالموجب او السالب، ونحصل على الدلتا اتش باي ثوريتيكال سميناها هيسز لو ميثود على اعتبار دلتا اتش ستيت فانكشن، وسميناها ان دايركت كالوريمتري نفس الشيء. ما حنجيب لكم مسائل نتطرق لموضوع الموضوع هذا. الطريقه رقم ثلاثه انه احيانا اذا التفاعل نفس تفاعلك يصل لحاله الاتزان، يعني في عندي في النهايه تصبح سرعه التفاعل الامامي تساوي سرعه التفاعل الخلفي، وصلنا اكليبريم كونستانت. تتذكروا ايضا انه التفاعلات الاتزان لها ثابت بنسميه ثابت الاتزان، ومر معاكم في الجنرال كيمستري كابيتال كي. اذا انا لو اخذت درست التفاعل في الحاله هاي عند درجات حراره مختلفه T1 T2 T3 T4 وحسبت K1 ثابت اتزان عند الدرجه الاولى، K2 K3 K4، لو رسمت علاقه بين على محور Y لن الكيز لن K1 2 3 4 5، على محور X اخذت معكوس درجات الحراره بالكلفن، تقول لي لو طلع عندك خط مستقيم ميل الخط المستقيم، طبعا بيطلع ستريت لاين، بيطلع ستريت لاين ما هو السلوب؟ واللي السلوب بتاع الخط المستقيم ناقص دلتا اتش على ار، يعني انا دلتا اتش الان مباشره من الميل السلوب عندي بضرب السلوب ضرب 8.314 مباشره بقدر احسب دلتا اتش بالجول او الكيلو جول. طبعا شباب لو كان طلعت الداتا عندك، اي انا عندي اكس واي، لو طلع الخط المستقيم هكذا يعني التناسب عكسي بين 1 اوفر تي مع لين الكي، بالتالي بالحاله هاي الكي السلوب سالب، بيطلع السلوب سالب تناسب عكسي، يعني واحد بيزيد واحد بينقص، السلوب عكسي سلوب سالب، سالب في سالب موجب، بيطلع التفاعل اندوثيرميك رياكشن. طيب لو كان العلاقه طلع خط المستقيم دايركت، يعني كل ما بزيد 1 اوفر تي دلتا اتش بتزداد، العلاقه بين المتغيرين السلوب بوزيتيف موجب في سالب بيطلع سالب، بالتالي اكسوثيرميك رياكشن، تفاعل هذا الثاني بيطلع اكسوثيرميك رياكشن. اذا تغير الداتا من 1 اوفر تي مع لين الكي يا بيطلع الموج موجب او سالب، بالتالي هذا حسب الداتا اللي بتطلع معك انت. اذا هذا النوع من الطريقه رقم ثلاثه مشان احسب الانثالبي يجب ان يكون التفاعل يصل لحاله اتزان، لكن التفاعل 1 سايد رياكشن تفاعل في اتجاه واحد بكون الكي عالي جدا 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 والايرور كبير، لا تحسب ولا تستخدم الطريقه الثلاثه طريقه فانتوف بالحاله هاي لحساب دلتا اتش اذا كان التفاعل ملوش ثابت اتزان واضح، واذا كان وان سايد رياكشن تفاعل في اتجاه واحد صعب اني استخدم الطريقه رقم ثلاثه. اذا ثلاث طرق استعرضناها استعراض، مش حيجيكم مسائل على موضوع الطرق الثلاثه هاي. الكالوريمتري بذكركم في البمب كالوريمتر كنا نحط هنا المتفاعلات، الفوليوم كونستانت ونحط مثلا 1 جرام مع 20 اتموسفير سكر سوري اكسجين، ونعمل التفاعل ونقيس تغير درجه حراره المي دلتا تي، ونستخدم حسابات لحساب كيو، وهنا كيو بتكون كيو في تتذكروا اللي هو عند ثبوت الحجم، تكون هي دلتا يو يعني في كتابنا اليوم. لكن بالنسبه لما يكون عندي اناء بكون مفتوح، الاناء في له غطاء بحط محلول زائد محلول، الاناء بكون مفتوح بحرك وبقيس درجه حراره محلولنا. في الحاله هاي شباب بكون التفاعل اندر كونستانت بريشر، هنا اندر كونستانت فوليوم، هناك التفاعل بكون اندر كونستانت بريشر، هناك بنحسب دايركتلي بنحسب كيو بي او دلتا اتش. هذا الموضوع مش عايز نتطرق له مره ثانيه، اخذناه بما فيه الكفايه 102 ومش عايز نرجع له، بس للعلم بطريقنا اخذنا معلومات عامه حتى نذكركم بالمعلومات اللي مرت معكم. هل هناك علاقه بين دلتا يو دلتا اتش؟ نعم،
هناك العلاقة اللي احنا حكينا عليها، انه انثالبي تشينج لاي تفاعل يساوي عندي دلتا يو تشينج اوف زائد مقدار دلتا بي في مقدار الورك. طبعا شباب الورك احنا اخذنا المهتم في اليوم بي دلتا في، ضغط ضرب تغير الحجم. لذلك اليوم لو كان التفاعل تاعك عبارة عن محاليل، يعني محلول بنتج محاليل، ليكويد بتنتج ليكويد، او السوليد ليكويد بنتجوا ليكويدز، دائما شباب الشغل او تغير الحجم يعني دلتا في بالنسبة للمواد اللي فيها سوائل كمتفاعلات وسوائل كناتج او مواد صلبة، تغير الحجوم يعني صغير جدا جدا جدا. التغير الحجم يعني مثلا قد دلتا في اثناء مبادلة الرياكتنس 100 ام ال اعطاني برودكتس مثلا 100 ام ال ازيد اقل، ليش نقيس الحجم قد ما هو صغير؟ لذلك بكون الحجم غالبا لا يتجاوز 1% من اللتر دلتا في بالحاله هاي، حتى اقل يعني. لذلك لو انا بدي احسب الشغل تقول لي بدي اضرب بي واحد ضغط جوي تقريبا، يعني 1 بار 10 اس 5 باسكال تقريبا، بدي اضربها بي في دلتا في. طبعا دلتا في بتطلع بالمتر مكعب انا بدي اياه مشان اطلع بالجول، بالتالي لما بتكلم على 1 في 10 اس ناقص 2 لتر دلتا في، اضربها في ناقص 3 مشان تحولها لمتر مكعب، فصار عندك 1 في 10 اس ناقص 5 متر مكعب. انت بتتكلم على الشغل بمقدار جول، يعني مشاركة الشغل هي بمقدار جول واحد يا بالموجب او السالب. شيء طبيعي دلتا يو دلتا اتش مقدارها عالي جدا، يعني بيجوز يكون قيمتها 30 كيلو جول 20 كيلو جول. بالتالي انت الورك اللي انت بدك تضيفه او تطرحه نيجليجابل، ليس له قيمة تذكر، وما تتعب حالك على الفاضي. لذلك بتقول لي معلومة مهمة جدا، اذا تفاعلي محاليل مع بعض او ليكويد مع بعض او مواد صلبة وليكويد نيرلي 99% واكثر، دلتا اتش نيرلي تساوي دلتا يو، تقريبا القيمتين بتكون متساويات في الحالة هاي وما في فرق كبير بيناتهم. لكن لو كان التفاعل يحتوي على غازات، يعني محلول زائد غازات انتج لي غازات، او غازات تفاعلت انتج لي ليكويد، انتج لي ليكويد وغازات، اذا جزء من المتفاعلات او النواج غازات او كل التفاعل غازي، لا دلتا في حتكون ملحوظة مش صغيرة زي ما حتكون ملحوظة، وبالتالي الورك ليس نيجليجيبل، فيجب ان اضيفه في المعادلة زي ما حنشوف في المثال اللي انا وانت بنحله مع بعضنا. مثلا 2.5 for complete composition of ethanol. الايثانول شايفينه اكسدته اعطاني CO2 plus liquid water، تفاعل اكسده للايثانول اللي شفناه قبل شوي. The amount of heat up produced، كميه الحراره طلعت معي as measured in bulk calorimeter، يعني عند ثبوت الحجم، لانه في غازات بدي احطه في اناء حجمه ثابت زي ما شفتوا الان في الجهاز السابق، is 1364.47. الحالة هاي شباب أعطاني القيمة المطلقة لدلتا اتش دلتا يو سوري. ليش دلتا يو يا دكتور؟ لأنه أنت تتكلم عن ثبوت الحجم، هاي كيو في، بالتالي كيو في هو إيش؟ هي دلتا يو زي ما حكينا سابقا. إذا كأنه أعطاك دلتا يو عند 25، بقول لي بليز ممكن تحول لي إياها للدلتا اتش إذا سمحت؟ تقول له نعم العلاقة موجودة فوق، عايزين اليوم نتكلم على هيت بامب كيلومتر أوبريتس أت كونستنت فوليوم، دلتا يو تساوي ناقص 1364.4. طبعا هو اكسوثيرميك، هي القيمه المطلقه، طبعا هو اكسوثيرميك اعطاك القيمه فعلا هو ناقص. ذا برودكت اوف رياكشن كونتيننج، يعني لاحظ انه عندي هنا غازات 3 مول غازات اعطاني 2 مول غازات. لما باجي بدي احسب الورك البي دلتا في، انا ما عندي معطيات على تغير الحجم هون، احنا عارفين انه البي دلتا في ممكن تساوي عندي حسب اعتبار انه الغازات مثاليه، في دلتا في شو تساوي عندي؟ دلتا ان ار تي من المعادله الغازيه المثاليه. طيب هل يمكن احسب التغير في عدد مولات الغاز؟ نعم عادي جدا، انت نتج عندك 2 مول فقط من الغازات ودخل عندك 3 مول، اذا ما هو الفرق؟ فاينل مول 2 ناقص انيشال مول 3، 2 ناقص 3 دلتا ان ناقص 1، يعني عندك نقص في عدد المولات ناقص 1. الار لا تنسى 8 بالجول 8.34، والتي بالكلفن انت حسبت الشغل تاعك طلع ناقص 2.48، يعني الورك وذ ريسبكت للرياكشن نيجاتيف، يعني بالحاله هاي التفاعل خسر طاقه الشغل. ليش؟ لانه قلنا ما نعمل الشغل وهو عمل شغل بالحاله هاي المفروض، فالورك يعتبر نيجاتيف في الحاله هاي. فنيجي نتكلم على حساب دلتا اتش تساوي دلتا يو زائد الورك بالحاله هاي، دلتا يو زائد الورك نعم بالحاله هاي على هذا الاساس بنحكي بنطبق العلاقه، هي حطيت دلتا اتش زي ما هي بالكيلو جول لكل مول، صحيح؟
اي عندي زائد في العلاقه اللي شفتها فوق، بين قوسين بدي احط الورك، يا موجب يا سالب. اليوم طلع الورك سالب، حطيته سالب 2.48، شايفين عندي هون. لاحظ ما يلي انا هون، يعني الجواب عندي شباب كيلو جول. يعني لاحظ لما انت تضرب 8 في الرقم هذا تطلع الرقم بالجول كبير. هو اوريدي قسمه على 1000، جهز لك اياه، يعني هو المفروض تطلع بالجول، جهز لك اياه، قسم على 1000، طلع الجواب الورك بالكيلو جول مباشره. كيلو جول زائد ناقص كيلو جول، طلعت مقدار الدلتا ايش؟ ناقص 1366.97، يعني بحدود 1367. اذا لاحظ كانت 1364.5 اللي هي دلتا يو، الفرق بيناتهم واضح، هاي صارت بالناقص اكبر، ناقص 1300 وحوالي 67. اذا في ديفرنس واضح، لانه الورك مش نيجليجبل، فحسبنا قيمه واحده من الثانيه، طبقنا تطبيق مباشر. واليوم الورك يحسب عن طريق دلتا ان في هاي النوع من الامثله، المولات الناتجه ناقص المولات المتفاعله. اليوم لو كان المولات الناتجه 4 مول والمتفاعل 3، بيكون عندي 4 ناقص 3 زائد 1، بالتالي هاي بتكون الورك زائد بدل سالب بيطلع زائد، وهكذا. اذا مشان تحسب عدد المولات تجمع المولات الناتجه ناقص المولات المتفاعله. طبعا ما بدخل عندي في حساب دلتا ان الا الغازات، ليش؟ لانه الليكويد والمحاليل زي ما قلنا هي ليست غازات، هاي المعادله فقط للغازات، والغازات هي اللي بيكون فيها تغير جذري بالورك نتيجه تغير جذري في الحجم عندي. اذا شباب الامور واضحه جدا بالنسبه للتطبيق اللي طبقناه الان. دعونا ننتقل على عنوان اخر ضمن العناوين الموجوده معانا، بالنسبه ل temperature dependence of enthalpy of reaction، enthalpies of reaction، هل تتاثر حراره التفاعل مع تغيرات درجه الحراره؟ يعني بمعنى اخر، تفاعلكم السابق اللي حسبناه مع بعضنا دلتا اتش له مثلا درسناه عند 25 درجه مئويه، صحيح؟ طيب واحد بيقول لي دكتور لو درسناه عند درجه 50 درجه مئويه، هل دلتا اتش تبقى نفس القيمه؟ لو درسته انا ثبت درجه الحراره عند 100 درجه مئويه، هل تبقى دلتا اتش زي ما هي؟ اذا هنا عنواننا temperature dependence of enthalpy of reaction، تاثر درجه الانثالبي مع تغيرات درجه حراره السيستم. هذا الحكي ممكن نحسبه عن طريق انه الانثالبي ستيت فانكشن، اتش برودكت ناقص اتش رياكتنت، صحيح؟ نطرح هذا كستيت فانكشن. الان لو بدي اعوض انا وانت بالتعويض الموجود عندي، بقول لك في الحاله هاي بدي اقسم الطرفين على دلتا تي، هاي التغير دلتا اتش على دلتا تي عند ثبوت الضغط، طبعا تغير الاتش برودكت انثالبي للنواتج مجموع المخزون الحراري للبرودكتس عندي بلغه الاتش تقسيم دلتا تي، بعدين تغير الانثابي للرياكتن دلتا تي عند ثبوت الضغط. الان دلتا اتش على دلتا تي سبق قبل مده في المحاضره اخذناها، هي الهيت كاباسيتي للبرودكتس عند ثبوت الضغط، طبعا هاي هي الهيت كاباسيتي للرياكتنت. اذا الهيت كاباسيتيز للبرودكت ناقص مجموع الهيت كاباسيتي للرياكتنت يطلع دلتا سي بي، بالتالي اصبح هذا المقدار اللي هي تغير دلتا اتش مع التي يساوي التغير في الهيت كاباسيتي لهذا التفاعل اللي هي مجموع البرودكتس ناقص اكتن. لو كان بتكلم على بدل دلتا اتش دلتا يو، نفس الشيء بارشال ديفرنشيشن بين دلتا يو دلتا تي عند ثبوت الحجم تساوي تغير الهيت كاباسيتي دلتا سي في. طبعا الان لو انا بدي اشوف عندي دلتا اتش 1 بدي احسب دلتا اتش 2، اعطيتك دلتا اتش 1 ودرجتها، قلت لك طب الدرجة الثانية 100 درجة، ممكن تحسب دلتا اتش 2 عند 100، تقول لي بدي اضرب دلتا تي ضرب دلتا سي بي، التغير في دلتا سي ضرب دلتا تي، بحسب التغير في دلتا اتش زي ما حنشوف في التطبيق البسيط اللي حنعمله الان. بناء على ذلك شباب، اذا كان الرينج اوف تمبرشر صغير، يعني انا مثلا 25 ل 50 25 ل 100 ل 80 90، دلتا تي التغير فيها صغير، يعني مش مره بدرس عند 25 بعدين بدرسه عند 500 درجه مئويه، لا الفرق كبير هون. لما يكون الفرق بحدود 50 60 70 100 درجه اقل تقريبا، تقول لي والله دلتا اتش 2 ناقص دلتا اتش 1 تغير دلتا اتش شو يساوي؟ دلتا سي بي ضرب دلتا تي، دلتا تي هي تي 2 ناقص تي 1. الان اذا انا اذا مطلوب احسب مثلا اليوم دلتا اتش 2 ومعطيني دلتا اتش 1 مثلا على سبيل المثال، قال لي احسب دلتا اتش 2، باخذ دلتا اتش 1 على الجهه الثانيه، دلتا سي بي بقدر احسبها عن طريق طرح السعات السعه الحراريه للنواجذ ناقص التفاعلات، فرق الدرجات مثلا عباره عن 100 ناقص 25، بطبق المعادله تطبيق مباشر، بحسب دلتا اتش 2 بمعرفه دلتا اتش 1 بطريقه مباشره. لكن احيانا بكون الريج اوف تمبرشر عالي جدا، وبالتالي تتغير السعه الحراريه، اذا كان الهيت كاباسيتي ان ثبوت الضغط لماده
عند درجة 25 لها قيمة، لكن اللي هي الحرارة اللازمة، الحرارة اللازمة لتسخين مادة درجة مئوية واحدة أو كلفن مثلا لكل جرام لكل كيلوغرام. لكن لو سخنت المادة عند درجة 500 درجة مئوية من 500 ل 501، أكيد السعة الحرارية ما حتضل زي ما هي، لكن تتغير الهيت كاباسيتيز بتغير درجات الحرارة. لذلك اليوم احنا عايزين شوي العملية تكون واضحة، انه الفرق في درجات الحرارة عايزين اليوم يكون كبير. فشو كيف نتصرف بالحالة هاي؟ بتقولي سأستخدم المعادلة انه السي بي ام التنف لي المور ساتيسفاكتورلي، اني انا بقول لك الهيت كاباسيتي في الحالة هاي المولر هيت كاباسيتي تساوي الباراميتر. طبعا ما اشتقينا العلاقه، في عندي علاقه فوق تركتها، انا جيت مباشره علاقه 48. يعني اليوم هو معطيني مثال على العلاقه 47 طبق عليها مثال. اليوم انا مشان اختصر عليكم عايزين ننتقل مباشره للمعادله 48، بقول لي المولر هيت كاباسيتي لاي ماده تساوي باراميتر دي زائد باراميتر اخر مضروب في درجه حراره الماده زائد باراميتر اف رقم 3 على تي تربيع. وهي عبارة عن الباور سيريز تريتمنت، احنا ما اخذناها ولا اشتقيناها، ناخذ المعادلة جاهزة. اي مادة ممكن احسب السعة الحرارية تاعتها عن طريق مع التغير عن طريق المعادلة مثلا 48. لاحظ انه هاي البارامترز لمجموعة من المواد، هاي كل هاي المواد مثلا على سبيل التيبل معطيني الستيت غاز 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 فيبر ليكويد سوليد، معطيني قيمة البارامتر دي بوحدته، الاي بوحدته، الاف بوحدته. طبعا الوحدات تتناسب مع بالاخير بيطلع عندك جول لكل كلفن لكل مول، يعني دائما بعد الضرب بده يطلع عندك وحده المولر هيت كاباسيتي جول لكل كلفن لكل مول. اذا شباب باختصار هاي الباراميتر تعطى لك. فاليوم انا لما بدي اجي احسب دلتا سي بي، التغير في دلتا سي بي، تقول لي بالحاله هاي انت عندك مواد ناتجه ومواد متفاعله. طيب مجموع الديز للمواد الناتجة، طبعا كل واحد بيكون له دي تاعته معروفة، مجموع الديز للنواتج ناقص المتفاعلات بقدر أحسب تغير الدي. بعدين مجموع الإيز للنواتج ناقص المتفاعلات بقدر أحسب دلتا إي. مجموع الباراميتر إف للبرودكتس ناقص الرياكتر بقدر أحسب دلتا إف، وأطبق معادلتي بناء على إنه التغير في تي عالي. اليوم أنا عندي المعادلة هاي زي ما أنت شايف شفناها قبل شوية، صار عندي انتجريشن دلتا سي بي على دلتا تي. قبل شويه لما كان دلتا سي بي ثابت في المعادله الفوقانيه طلعناها خارج التكامل، قلت لك دلتا سي بي في تي 2 ناقص تي 1 لما يكون الفرق بين الدرجتين شو ماله صغير. لكن لما يكون كبير بالحاله هاي دلتا سي بي ما بقدرش اخرجها ثابت خارج التكامل، لانه هي تتغير مع تغير الكبير بين تي 1 وتي 2. اليوم مثلا تطبيق المعادله 50 مثلا، خلينا نمارس الحكي هذا بشكل واضح على تفاعل بأرض الواقع. أي عندي فرق دلتا اتش 2، أخذت دلتا اتش 1 كانت على الشمال أخذتها على اليمين، زائد انتجريشن تي 2 على تي 1، بدل دلتا سي بي شو حطينا قبل شو عوضنا معناها دلتا دي زائد دلتا اي في تي زائد دلتا اف على تي تربيع بين قوسين محل دلتا سي بي اللي قبل شوي قلت لكم التغير في المولر هيت كاباسيتي حسب مفهومنا اليوم تساوي الجزء اللي على اليمين. فشلت دلتا سي بي من المعادله، عوضت في قيمتها انا اللي انت لازم تكون عارف القيمه وحافظها بذهنك، وبالتالي عوضت محلها فاصبحت عندي دلتا الكل مضروب في دلتا تي. الان عندي تكامل دلتا دي في تي 2 ناقص تي 1، فتصبح عندي تكاملها دلتا دي فرق الدرجات. بعدين عندي دلتا اي في تي بالحاله هاي، طبعا شوف هنا دلتا تي في بدك تضرب هاي سوري دلتا تي في دلتا دي الثانية دلتا تي في تي، شو تكاملها؟ تكاملها هي نص الثابت دلتا اي خارج التكامل في تي تربيع 2 ناقص تي تربيع 1. اخر حد عندكم دلتا تي على تي تربيع، شو تكاملها بين الدرجتين؟ تكاملها تساوي ناقص 1 على التي الثانية ناقص 1 على التي الاولانية في ناقص دلتا اف. اذا هاي خلاصة التكامل الموجود عندي، هذه خلاصة اللي انت بتستخدمه في الكالكوليشن تاعتك معادلة 52. اليوم انا لو عندي تفاعل في المثال تطبيق على المعادلة 52 بقول consider the following reaction، اعتبر التفاعل التالي، سي او عملنا له اوكسيديشن اعطاني سي او 2، بقول لي في البمب كالوريمتر اوف ذيس رياكشن عند 25 ليز دلتا ايش تساوي ناقص 565.98 كيلو جول عند درجة 25. بقول لي طيب كان يو كالكوليت دلتا اتش فور ذيس رياكشن عند 2000 درجه،
تقول له والله 2000 درجة درجة رهيبة جدا، في تغير كبير في التي، بالتالي أنا بدي أضطر أستخدم هاي المعادلة لأن الفرق في درجات الحرارة يعتبر كبير جدا. فبرجع أنا للتيبل العلوية، شايفين التيبل العلوية اللي عندي، باجي بقول لكم طيب شو بدي أسوي أنا؟ بقول لك والله عندي تيبل بدي أحسب الدلتا دي للتفاعل. دلتا دي للتفاعل عندي مجموعة ديز للبرودكتس ناقص مجموعة ديز للرياكتنت. بطرح أي عندي 2 ضرب 44 ناقص 2 ضرب 28، ارجعوا للتيبل هاي القيمة اللي عندكم، ناقص 29.6. طبعا هاي عبارة عن برودكتس، مادتين برودكتس ومادة عندي شمالها متفاعلة، يعني ناقص 26. شباب من المتفاعل اليوم عندكم؟ المتفاعل عندكم عبارة عن مين؟ نرجع للتفاعل، شايفين هاي التفاعل عندكم الآن، سوري مشينا شوي لقدام. التفاعل عندنا اللي شفناه قبل شويه، انا عندي رياكتنت وعندي برودكت، صحيح؟ هاي مثلا عندي الناتج 2 ضرب 6 سي او 2 برودكتس، اذا البرودكتس عندي ما فيش الا ماده واحده. نيجي لل سي او 2، كم سي او 2 قيمتها من التيبل؟ هاي سي او 2، كم الدي تاعها؟ دي 44.2. اذا بيكون عندي 2 ضرب 44.2 حطيناه. طيب ايش عندي تفاعلات؟ في عندي 2 ضرب سي او، سي او كم قيمته عندي من التيبل؟ طبعا باخذ الاشارات في الاعتبار، سي او عباره عن 28.4 2 ضرب 28، بعدين زائد الاكسجين قديش عندي؟ الاكسجين عندي قيمته ايضا هنا نفس الشيء، اي انا اخذت الاكسجين شايف 29.6، بحسب دلتا دي عن طريق اني اضرب المعاملات في قيمه الدي في التيبل عندي، طبعا هاي ما بتحفظوهاش حفظ انت، تحسب دلتا دي هاي 2 ضرب 40 برودكتس، بعدين ناقص المتفاعل الاول سي او، بعدين عندي اكسجين بيطلع ناقص 1.66. دلتا اي نفس الشيء، في قيم عندي بحسب دلتا اي، هاي دلتا دي ودلتا اي ودلتا اف. شباب الاف القيم الاف بتكون سالب، بدك تاخذها في الاعتبار، 2 ضرب ناقص رقم هذا يعود لمين؟ للسي او 2، بعدين عندي زائد هو مفروض ناقص لانه هذا الرقم بكون بسبه انا ناقص فناقص بصير زائد، بعدين عندي اخر شيء للاكسجين برضه بصير بدل سالب موجب، هاي ارقام سالبه الاف بيطلع دلتا اف. الان انا جاهل مشان احسب الحسابات تاعتي، كل وحده دلتا دي، اي انا باجي بقول لكم والله ما هو دلتا اتش عند 2000، حطيت دلتا اتش 1 محلها، زائد دلتا دي فرق الدرجات، بعدين زائد نص بالحاله هاي اللي هي دلتا اي بتربيع الدرجه الثانيه ناقص تربيع الدرجه الاولى، بعدين عندي زائد دلتا اف في 1 على تي 2 ناقص 1 على تي 1، بحسب عادي جدا هون لانه شايف عندي لما طلع هاي طلعت، طبعا اخذت في الاعتبار الناقص، كان هاي المفروض تكون ناقص اخر وحده صارت زائد لانه عندي ناقص في ناقص صارت زائد، بالتالي بطبق الحسبه بتاعتي بلاقي نفسي طلعت دلتا اتش تساوي ناقص 557.17، كانت 565 عند 2000 صارت 557.57، فحسبتها بشكل دقيق باستخدام المعادله اللي فيها باراميترز والحسبه. ارجعوا حلوا المثال مرتين ثلاثه، المثال واضح جدا ما علينا، بس الا اذا فيها شويه حسابات طويله شوي، لكن في النهايه الباراميترز موجوده نطبق عليها ونحصل على الجواب بشكل جيد. في عندنا انثال بي اوف فورميشن في الكتاب، مش مطلوب معانا، اذا الكتاب معاكم طبعا الكتاب مش موجود معاكم، البوند انثال بس ايضا مش مطلوب معانا، فانا واضح معاكم حقيقه بالاشياء المطلوبه معاكم اللي شرحناها اليوم في محاضرتنا. بالتالي شباب عنوان 2.5 بنكون انتهينا منه تماما، وسنبدأ إن شاء الرحمن في المعادلة المحاضرة الجاي في عنوان اسمه Ideal Gas Relationships اللي هي علاقات الغاز المثالي وحسابات متعلقة مختلفة بنحكي عليها إن شاء الله المرة الجاي. اقرأوا المحاضرة السابقة، عندنا زوم ميتنج يوم الاثنين والأربعاء، أي شيء بتعلق في المادة مفاهيم معينة أنا جاهز مشان أجاوب، أي استفسار عن طريقة كيف ندرس شو المطلوب معانا، إحنا طبعا نعطيكم طريقة الدراسة بحيث تكون الأمور واضحة إن شاء الله معكم. إذا نراكم على خير بإذن الله المرة الجاي، نشوفكم في المحاضرة الجاية في عنوان 2.6. السلام عليكم ورحمة الله.